أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي وعلى أبنائك المظلومين المستشهدين. طبتم سادتي وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم، فيا ليتنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة، لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة، تبدي النياحة ألحانا فألحانا، يا مسجورة القلب، إلا أن أعينها مسجورة القلب، إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدمع، عقيانا تدعو أبا أمير المؤمنين، ألا يا والدي تدعو حكمت فينا رعايانا، وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن وغاب عنا المحامي والكفيل فمن يحمي حمانا، ومن يؤوي عسى الليل وأرى بذل أوجهنا، إن عسعس الليل وأرى بذل أوجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدا، وما عهدي تغض على الأقذاء أجفانا، لا يذبح الكبش أيوا حسينا. أبا يا أمير المؤمنين، لا 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 يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ، ويذبح ابن رسول الله عطشان.
شهر عن سلمان وتعليت حسين يمك ليش ما حضرت انت لله داعية حق ودليل او لله بغيرك ابد ما صح مثيل او انت البار رديت ناري الخليل يفور جبد حسين ما رويت أبا يا أمير المؤمنين والكبير اللي تشب نار القلب شنية يا زينب لسان حالها قالت والكبير اللي تشب نار القلب ممشى زينب والحرم ويا الغرب نقول هاي رجال والدوري الغلب حرمة زينب حرمة زينب فوق جد الحسين وميسرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال المولى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن إن شاء الله على ذلك من الشاهدين ببركة محمد وآل محمد. ورد ذكر الطاغوت في القرآن الكريم كثيرا حيث أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في آية من الآيات أنه بعث كل الأنبياء والرسل يعني هاي الظاهرة قبل أن أقول ماذا قالت الآية هاي ظاهرة موجودة في القرآن الكريم أنه يعطي الخطوط العامة للأشياء دائما تجد القرآن يختصر كثير من المسائل المفصلة المسائل المعقدة يختصرها ويضع لها خطوطا عامة ليش؟ على مود أنه تتضح في الذهن يعني قد يسأل سائل لماذا بعث الله سبحانه وتعالى الرسل الأنبياء ليش لماذا بعثهم هاي الكثرة الكاثرة عندنا أنبياء كثر وقد ورد في الأثر عن النبي وأهل بيته أنه يقرب أو كذا 124 ألف نبي عدد مهول من الأنبياء والرسل قد يسأل سائل إذا أردنا أن نختصر أو أن نحيط أو أن نجمع هدف هذه الرسالات وهذه البعثات الربانية إلى الناس ما هو الهدف؟ يجيبنا الله بآية واحدة بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن شنو؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا طب انتهت القضية
هذا الهدف الأسمى، الهدف الأعلى من الرسالات. اعبدوا الله اجتنبوا الطاغوت. طاغوت أيها الكرام، هاي الصيغة الصرفية، طاغوت على زينة فاعول، على زينة فاعول، طاغوت فاعول. وهذه الصيغة في اللغة العربية قد تأتي لشيئين، تأتي لاسم الآلة، اسم الآلة في اللغة العربية يصاغ على هذا، واضح؟ طاغوت. وكذلك للمبالغة أيضا، للمبالغة، هذه الصيغة قد تستعمل في اللغة العربية للمبالغة في الشيء. والطاغوت هو من يبالغ في الطغيان، الطاغوت هو من يبالغ في الطغيان، والطغيان هو تجاوز الحد. الله وضع حدودا وهذا أبعدنا الله وأجارنا. هذا الطاغوت الذي يتشكل بصور عديدة، بصور عديدة وله مسميات عديدة، وهنا تكمن خطورة الطاغوت. ليش خطر الطاغوت؟ لأنه يتمثل ويتجلى ويتصور بصور عديدة، يعني مو إلى صورة واحدة قبيحة ونعرفها، ولذلك مثلا من السهل جدا أن نتجاوزه أو أن نتجنب الطاغوت. لا، خطورة الطاغوت تكمن في أن لديه أوجه عديدة، وكل هذه الأوجه تقريبا تشابه الحق، ليست حقا ولكنها تشابه الحق، وهنا مكمن الخطورة، هنا مكمن الخطورة. ولذلك القرآن شو يقول إذا تتأمل شوية؟ الآية التي تلوتها على مسامعكم الآيات، والذين اجتنبوا الطاغوت. فعل الاجتناب يدل على نستشعر من خلاله أنه يدل على أن الطاغوت لا بد أن يقع في طريق المؤمن والسائر إلى الله، ولذلك يجب أن يجتنب، ولذلك يجب أن يجتنب، لأنه واقع في طريقك لا محال. أنت تريد أن تذهب إلى الله، تريد أن تسير إلى الله، تريد أن تعبد الله حقا كما أمر الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يقف الطاغوت في طريقك. وهذا الطاغوت أيها الكرام يتشكل، قلنا، بصور عديدة. مرة يأتي بصورة المال، ومرة يأتي بصورة السلطة، مرة يأتي بصورة مثلا الإغراءات المتعددة للإنسان، مرة يأتي بصورة الدين للإنسان. هنا كلمة، وهنا أيضا هذه أخطر معادلات الطاغوت. هس هذا المعنى منين جبناه؟ القرآن يشير إلى هذا المعنى إشارة، يعبر عن الطاغوت بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا والذين كفروا. شنو قال؟ قال وليهم الطاغوت؟ لا، قال أولياؤهم، لأنهم متعددون، لأنهم كثر وفي كل زمان ومكان. أيها الكرام، أعود إلى أنه هس هذه مقدمة أيها الكرام، قلنا نختصرها أن الطاغوت لا بد أن يقف في طريق المؤمن السائر إلى الله، وهذا الطاغوت له صور عديدة. بحثي هذه الليلة مو هذا الكلام حول الطاغوت تفصيلا، لكن وين بحثي؟ بحثي بما أن الإنسان، أنا وأنت أبناء المجتمع، أنا وأنت أبناء مجتمع، نعيش في مجتمع، نعيش في بيئة بها ناس، نتفاعل مع المجتمع الذي نحيا فيه، يؤثر علينا ونؤثر فيه، لأن الإنسان كما أقر علماء الاجتماع أنه اجتماعي بالطبع، كائن اجتماعي، يحب الناس، يتأثر بالناس ويؤثر في الناس، علاقات متبادلة. وين حديثنا أيها الكرام؟ حديثنا الآن أنه كيف يقوم العقل الجمعي، كيف يقوم العقل الجمعي بالتأثير على سلوك المؤمن، وبالنتيجة يحرفه عن الطريق إلى الله، ثم يقع في عبادة الطاغوت والعياذ بالله. لابد أن نقف عند هذا المعنى، وهو معنى دقيق وعميق جدا، لابد أن نلتفت إليه بعد الصلاة على محمد وآل محمد. شنو ظاهرة العقل الجمعي؟ ظاهرة العقل الجمعي أيها الكرام هي أن يغادر الإنسان عقله الفردي، عقل الفردي، إمكانياته الفردية، ذكاء، معطيات العقلية، البرهان العقلي، يغادر كل هذا، ثم ينتمي إلى جماعة ما، ينتمي إلى مجتمع ما، باعتبار إحنا قلنا أن الإنسان اجتماعي، كائن اجتماعي بالطبع، لا بد أن ينتمي إلى جماعة ما، واضح؟ وهذا الانتماء لا يكون على أصول علمية وأصول أنه برهان ودليل ومنطق عقلي صارم، لا، ينتمي ربما أنه وجد نفسه في بيئة معينة
انتمى إلى هذه البيئة من غير أن يمحص وأن يسائل وأن يتحقق من هذه البيئة التي ينتمي إليها، من هذا المجتمع الذي ينتمي إليه، هل هذا الفكر في هذا المجتمع هو فكر صالح؟ هل هذه الأفكار التي تحملها مثلاً التي يحملها قومي، جماعتي، ملتي، عرقي، وطنيتي، أهل بلدي، هل هذا الفكر، هذه الثقافة، هذا التوجه، هل هو توجه حقيقي صائب؟ هل هو توجه مثلاً أو ثقافة قائمة على البرهان العلمي، قائمة على الإيمان بالله، قائمة على المثل، على الموازين الحق؟ لو لا هكذا أغلب الناس للأسف أيها الكرام، يحدثنا الواقع ويحدثنا القرآن وكل علماء الاجتماع، أغلب الناس ينتمون إلى مجتمعاتهم بدون تمحيص، بدون مساءلة، بدون أنه مثلاً ولا لحظة من لحظات التشكيك في الواقع. أنا أنتمي للجماعة التي وجدت نفسي فيها ثم لا أشكك لا بسلوكهم ولا بأفكارهم ولا بثقافتهم ولا بما يقولون ولا بما يعتقدون. أنا كل شيء يقدسون هو مقدس عندي، وكل شيء يدنسون هو مدنس عندي، وبالنتيجة أنا لا أعلم، أنا أصبحت جزءاً من قطيع وأنا لا أعلم. هنا إيش سويت؟ هنا غادرت عقلي اللي الله سبحانه وتعالى أعطاني ومن علي بهذه النعمة، نعمة العقل، نعمة التأمل، التفكر، التدبر، غادرت كل هذا ثم انتميت إلى جماعة لا لشيء، لا لبرهان، لا لدليل، لا لعلم، إلا أنني وجدت نفسي فيهم. هذا أخطر ما يكون أيها الكرام، اللي من خلاله يسيطر على الإنسان ومن خلاله يتبع العقل الجمعي. غوستاف لوبون، هذا الرجل المعروف الفرنسي، عالم الاجتماع والفيلسوف، عنده كتب كثيرة جداً، مؤلفات، أشهرها كتاب حضارة العرب، ومن هذه المؤلفات الجديرة بالقراءة، وإن كان هنالك ملاحظات عليها من علماء الاجتماع، لكن جدير بالقراءة، يثير كثير من التساؤلات. اسمه سايكولوجيا الجماهير. سايكولوجيا الجماهير يعني علم نفس الجماهير، سايكولوجيا يعني علم نفس، مرة علم نفس الفرد يدرس ومرة الجماهير. فالرجل غوستاف لوبون ينطي ملاحظاته، ينطي دراسته للمجتمع ككل، المجتمع ككل، مو أفراد، لا، مجتمع ككل. شو يقول؟ ملاحظات دقيقة وجميلة جدا. يقول الفرد أي فرد منا، ما إن ينخرط في مجموعة ما، في جماعة ما ينتمي إليها، يقول تضاف على سلوكياته وأفكاره أشياء لم يكن يعتقد بها، ويقوم بأشياء لم يكن يعملها لو كان وحده. بما أنه انتمى إلى الجماعة تأخذه روح الجماعة، روح الجماهير، فتضفي عليه، فكأنما هو الآن يغادر تفكيره الشخصي وينتقل إلى تفكير الجماعة وكيف تؤثر به الجماعة. يقول عادة الذي درس المجتمعات ودرس الجماهير يجد أن الجماهير والعقل الجمعي، أو هذه الجماهير التي تسير بطريقة العقل الجمعي، تتصف بصفات عدة، من أهمها صفتين. الصفة الأولى يقول الجماهير لا تحركها لغة المنطق والعقل والحكمة، لا يقول عادة الجماهير، الكثرة الكاثرة من الناس حين تتجمهر تحركها العاطفة، العواطف الجياشة، الحماس، الاندفاع. يقول هذا الذي يحرك، يقول ولذلك نجد أن أغلب هؤلاء الذين يريدون أن يستغلوا الجماهير، خطباء الجماهير اللي يردون يركبون الموجة، يريدون يستغلون هذه الجماهير لمآرب هم يريدونها، يقول دائما نراهم يركزون على لغة العاطفة لا لغة العقل. لغة العاطفة، التجييش، التصعيد، الدفع إلى الأمام، واضح؟ استنهاض هذه الروح عند الإنسان، روح المثل وروح إلى آخره، بلغة عاطفية، يقول يستغلونهم. والقرآن أشار إلى هذا المعنى، ذهن كم يصلوا على محمد وآل محمد. القرآن أشار إلى هذا المعنى، وين؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، كل حزب بما لديهم، شنو؟ أحسنتم، فرحون، ما قال مقتنعون. والفرح صفة نفسية وليس صفة عقلية، الفرح صفة نفسية وليست عقلية. فكأنما يشير القرآن في هذا المقطع، في هذه الآية المباركة، إلى أن أغلب تحزبات الناس وانتماءاتهم إلى أحزابهم التي ينتمون إليها تحت مسميات مختلفة، أغلبها نابعة من العاطفة، ليست من العقل، ليست من البرهان.
يعني أنا ما وجدت أن هذا الحزب مثلا أو هذه الجماعة مثلا تتصف بمثل عليا، وهاي المثل العليا التي تدعي أنها تتصف بها مثلا مطبقة على أرض الواقع فعلا واقعا، وهؤلاء أجدر من غيرهم بالاتباع لأنهم كذا كذا كذا، وهاي الأدلة التي أستدل بها من لغة الواقع حقائق مؤراء، واضح؟ فيقول القرآن عادة الناس ينتمون إلى الأحزاب، وانتماءهم ليس انتماء نابع من دراسة وتمحيص، وإنما كل حزب بما لديهم فرحون، هم فرحون بما عندهم، والفرح صفة نفسية وليس صفة عقلية، يعني عاطفة بالنتيجة. فهذه أول صفة أيها الكرام من صفة أنه التفكير طريقة العقل الجمعي، طريقة التفكير بالعقل الجمعي، أنه العاطفة هي الحاكمة وليس العقل. وللأسف نرى في كثير من واقعنا، من واقع أن كثير من الناس في مجتمعنا تراهم مثلا يتبعون ويفعلون ما يفعلون ويتجمهرون ويدافعون مرة عن فكر ومرة عن حزب ومرة عن شخص ومرة عن جماعة، لكن حين المناظرة، حين المناقشة، حين تأتي أن تستفهم منهم، أن تجادلهم بالحق أو بالتي هي أحسن، لا ترى منطقا محكما، ترى أهواء وترى عواطف وترى مصالح وترى منافع وترى جهلا، لكن لا ترى لغة علم، لغة منطق، لغة علم لا تراها أبدا. للأسف هذه الظاهرة خطرة جدا. وقلنا من أخطر أدوات الطاغوت هي استعمال العقل الجمعي، العقل الجمعي. الصفة الثانية يقول التي يتصف بها الجمهور أو العقل الجمعي، غوستاف لابون يقول أن قادة هؤلاء الجماهير، قادتهم الذين ينخرطون تحت وراء العاطفة والعقل الجمعي، يقول يتصفون بأنهم مو قادة حقيقيين. القائد الحقيقي إلى مواصفات معينة، واحد اثنين ثلاثة معروفة، منها وأهمها أنه يريد، القائد الحقيقي يريد أن ينتشل جمهوره أو أتباعه، أن ينتشلهم إلى الأعلى، أن يرقي أتباعه على كافة الأصعدة والمستويات، يرقي أتباعه. هذا القائد الحقيقي. وين نجد القرآن يصف لنا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وهو القائد الأمثل؟ ماذا وصفه في سورة الجمعة؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم. ما هو الدور الذي يؤدي هذا الرسول؟ قال يتلو عليهم آياته ويزكيهم. والتزكية تنمية، التزكية تنمية، تطهير، تطوير. فأهم صفة بصفة القائد الحقيقي، من صفات القائد الحقيقي، أنه يطور أتباعه، لا أنه يستغل أتباعه. يطور أتباعه مو يستغلهم. علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه، يعني يوم من الأيام لما هو قائد، يعني كان يحكم الشرق والغرب، مو دولة دولتين ثلاث، من الشرق إلى الغرب، يدخل علي بن عباس، هاي الرواية الشهيرة. وإحنا ليش نذكر أهل البيت دائما؟ نقولها وأقولها مرارا، أنه على مود أنه نعرف الموازين الحق أيها الكرام، خاصة أننا ننتمي إلى هذه المدرسة العظيمة، أننا نقول ننتمي إلى مدرسة آل محمد، فهذه مدرسة عظيمة أيها الكرام، المفروض نحاكم الواقع وفق هاي المقاييس. علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه في معركته لما توجه إلى البصرة، يدخل عليه عبد الله بن عباس، والرواية عن عبد الله بن عباس، وكان جالسا في رحله الإمام سلام الله تعالى عليه، يقول عبد الله بن عباس دخلت فرأيت أمير المؤمنين يخصف نعلا بيده، نعله أجلكم الله، يخصفها بيده، التفت إليه قال يا ابن عباس ما قيمة هذا النعل؟ نعل ومنخوص، شنو قيمته؟ إيش قد القيمة مالته المادية؟ قلت يا أمير المؤمنين لا قيمة له، ماكو قيمة أصلا، حتى ما له قيمة. قال والله لأنه أحب إلي من إمرتكم، إلا أنتم هاي السلطة التي تتقاتل عليها الناس وتجري الدماء وتنتهك الأعراض وتسبل الأمم، تسبى من أجل هذا الكرسي ومن أجل هذه السلطة، أنا عندي هذا النعل مالتي أحب إلي من هذه السلطة من إمرتكم. ولكن أنا ليش إنه هسه الآن إذا تقول لي هذا أحب، ليش أنا أميركم؟ قال إلا أن أدفع أن أقيم حقا أو أدفع باطلا فقط. إذا كانت السلطة، إذا كانت الإمرة وسيلة لأن يحق الحق ويدفع الباطل، نعم
أنا هدفي أن أحق الحق وأبطل الباطل، مو هدفي أن أتأمر عليكم، مو هدفي أن آكل مثلا حقوقكم، مو هدفي أن أتسلط عليكم وأن أستعلي عليكم، مو هذا هدفي. وهذه صفة القائد الحق، واضح أيها الكرام، أنه لا يستغل أتباعه، هو يريد أن يطور الناس، أن ينتشل الناس من جهالاتهم وضلالاتهم إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول هاي النقطة الثانية، أطلنا في الإسهاب. النقطة الثانية غوستاف لوبون، هذا الرجل العبقري، هاي الإلماعات العبقرية الجميلة، يقول النقطة الثانية، قادة هؤلاء الجماهير يتصفون بأنهم غير قادة حقيقيين، مو علماء حقيقيين. يقول إنه يسميهم، هو يسميهم بتعبيره المترجم، يقول قادة انخراط وممارسة. يعني شلون انخراط وممارسة؟ يعني قائد ولكنه يمثل روح أتباعه، إنه ما يريدون يلبي لهم ما يريدون، بحيث إنه هاي الإرادة مالتهم، وإن كانت إنه إرادة تضر بمصالحهم لكنه يلبيها، لأنه هاي الإرادة، تلبية هذه الإرادة تبقيه على رأسهم، تبقيه على رأس الهرم. فبالنتيجة هو ما يتعارض مع أصحابه، ما يتعارض. شي يقولون إيه حق باطل؟ نعم، يقول إيه لأنه يتسلط عليهم. فقلنا أيها الكرام باختصار أن هذه الظاهرة ظاهرة العقل الجمعي، والإنسان حين يترك عقله ويغادر كل ما آته الله ثم ينخرط للجماعة لا لشيء إلا لأنها جماعة وجد نفسه فيها، هذه الطريقة هي من أكثر الطرق التي يستعملها الطاغوت، من أكثر الطرق التي يستعملها الطاغوت لأن يجذب الناس إلى عبادته، ومن أخطرها. والقرآن حذرنا، قال بسم الله الرحمن الرحيم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباده. القرآن أشار إلى قضية، إلى قضية أنه تناول فكرة العقل الجمعي، فكرة العقل الجمعي تناولها القرآن في آيات كثيرة للمتأمل للمتدبر. نجد أن القرآن دائما، من الحمد إلى الناس، دائما يصف أكثر الناس بأوصاف غير حميدة، أوصاف غير مقبولة. مثل إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثرهم يجهلون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. خاطب النبي صلى الله عليه وآله. القرآن ينبه، يقول دير بالك أنه في يوم من الأيام، أنت المؤمن الذي تريد أن تسير إلى الله عز وجل، دير بالك في يوم من الأيام، في لحظة من اللحظات، أن تجعل مقياسك للحق والباطل الأكثرية. دير بالك، هذا مو مقياس رباني، الأكثرية أبداً مو مقياس رباني. قد يكون إنه شخص واحد على حق والملايين على باطل، شخص واحد على حق والملايين على باطل، وهذا وارد وواقع. فيقول له دير بالك أن تنخدع بالأكثرية، هكذا تقول الأكثرية، هذا مثلاً هذا تريده الأغلبية، دير بالك تنخدع بهذا المقياس. القرآن نبهنا وعلمنا وأشار بآيات كثيرة جداً قد تصل إلى 100 أو يزيد حين نبه من الكثرة، لأن الكثرة معجبة أيها الكرام، الكثرة معجبة، تؤثر في الناس، تؤثر في الإنسان، الكثرة معجبة. ولذلك أنه ليس من السهل أنت تخرج من الجماعة وتخرج أنه وتفكر تفكير فردي، لا لا، هذه القضية مو هينة على مود يكون تفكيرك تفكير ناقد، راد لها تمرين، ممارسة حقيقية لاستعمال أدواتك التي وهبها الله لك. فالقرآن يقول هاي، إذا ترجع للقرآن يقول أكثر الناس، أكثر الناس إلى آخره. هسه نرجع، وين نرجع؟ إلى هذا السؤال، ما هي المصادر الأساسية لتكوين العقل الجمعي؟ لازم أكو منابع، أكو مصادر، أكو مستفيدين من هذا العقل الجمعي، أكو منابع حقيقية من وراء هذا العقل الجمعي الذي يقود الناس. ما هي أهم المصادر لتكوين العقل الجمعي؟ أول مصدر وأخطر مصدر أيها الكرام هو السلطات المتجبرة المتكبرة، اللي هي تلعب إنه شنو، تستغل عقول الناس، تصنع لهم قناعات، تصدرهم قناعات، تصدرهم ثقافة، مثل ما اللي جاي يصير اليوم. وباليوم ربما نستطيع أن نقول أن أخطر مرحلة، أو من أخطر المراحل، لا نعلم في المستقبل لكن نتحدث عن الماضي، من الآن إلى الماضي، أخطر مرحلة قد تكون مرت بتاريخ الإنسان، إنه التلاعب بعقول الناس وتلاعب بعقول الجماهير في هذا الزمن. ليش؟ لأن إنه أنت توصلك كل الرسائل
بلحظة واحدة. أصبح العالم يتحدث بلغة واحدة. أنت موبايلك بجيبك وعندك الآن تستطيع أن تطلع على كل العالم، وأن يأتيك العالم إلى بيتك، تجيك الإعلانات والشركات والأيديولوجيات والثقافات والأفكار، مرة مؤمنين مرة ملحدين، مرة ما أدري شنو علمانيين، مرة انفتاحيين مرة مثقفين، مرة جهلة مرة إلى آخره، وأنت تطلع على كل هذا وتتفاعل مع كل هذا. أنت وين اللي عنده عقل وعنده روح تتحمل هذا الكي هذا الكم الهائل والسيل المعلومات الهادر؟ شو يصير بعقلك وشو يصير بروحك على متقف أمام هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا السيل من المعلومات ومن الأيديولوجيات التي تأتي لك؟ وأنت مثلاً إذا تتأمل، إذا نتأمل شوية بواقعنا، إذا إحنا قرينا المعادلة من يا صورة من يا جانب، إذا قرينا المعادلة من نظرة شوية ربانية، النظرة الربانية شنو بيها؟ ليش أنا اشترطت نظرة ربانية؟ ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن لنا عدواً أزلياً الذي هو الشيطان. إن الشيطان لكم عدو. إبليس عدو من اللحظة التي خرج فيها. وإبليس إذا نرجع للقرآن وفق النظرة الربانية التي قلت فيها، إبليس توعد الله أنه سوف يغوي جميع العباد، سوف يقوم بإغواء جميع العباد إلا المخلصين، إلا المخلصين باسم المفعول للفاعل، إلا المخلصين. زين، إذا أنا أقرأ المعادلة بصورة ربانية شوية وعندي عدو اسمه إبليس، وعدو خطر جدا، عمره ما أدري قدك هسه بآلاف مئات آلاف السنين، عمره وخبرته والمعرفة اللي يمتلكها والقوة والأولياء اللي يشتغلون عنده والحكومات اللي تعمل لديه وكل شيء، وأنا الآن يتوفر عندي هاي الأجهزة الذكية والإنترنت متوفر، والعالم كله يخاطبني، العالم كله يخاطبني، وأنا قد يكون هذا للأسف الواقع، للأسف الواقع في شبابنا، في واقعنا أن أغلب الشباب ما عندهم معلومة، ما عندهم علم، معرفة ماكو، لا علم أكو ولا معرفة أكو ولا اطلاع أكو ولا أيضا حتى تدين حقيقي وعلاقة مع الله حقيقية أكو، قلة نادرة جدا. فبالنتيجة إذا نتعامل إحنا مع واقع هش، إذا مجتمع للأسف إنه ما عنده ثقافة مضادة، ما عنده ثقافة. اليوم أنا الشاب مثلا العربي المسلم عموما العراقي خصوصا ما عندي ثقافة مضادة، أستطيع أن أواجه ما يرسل إلي بهذا التليفون، ما عندي ثقافة مضادة، قد يكون شبهة واحدة إشكال واحد أنا أضيع بي أتيه بي، وهذا هذا الحاصل، هذا الواقع. كثير من الشباب أنه مثلاً قد يترك دينه لأجل شبهة واحدة سمعها مثلاً من اليوتيوب أو من الفيسبوك، شبهة واحدة عرضت قدامه، سمع له مقطع من 3 دقائق 5 دقائق، بهز كل كيان، ما عنده ثقافة، ما عنده معرفة. أسألكم بالله، إحنا وين مجتمعنا عن العلم وعن المعرفة وعن الكتاب وعن القراءة؟ شنو علاقتنا بالكتاب وشنو علاقتنا بالقراءة؟ خلينا نكون واقعيين، لأن الصدق هو اللي ينجي وهو الذي ينفع. إحنا مرة نجامل بعضنا بعضا وهذا بحث آخر، ومرة لا، إنه نضع النقاط بعض النقاط على الحروف ونقول يا ما ترى هذا دائنة. أنت قد إنه مثلا تروح إلى مؤسسات علمية مثلا أكاديمية وغير أكاديمية، وللأسف تجد بعض طلابها بعض أساتذتها لا يحسنون العلم الذي يدرسون، فكيف بالبقية؟ كيف بالبقية؟ يعني مثلا أنا أسألك بالله، إن الآن المدرسة عندنا وخاصة بالعراق، المدرسة الآن اللي هي عليها المعول، المدرسة إنه تليق بالطموح مثلا، مستوى الطموح. إحنا الآن مثلا أنا من أودي ابني وأودي بنتي إلى المدرسة، أنا فعلا مقتنع أن هذه المؤسسة مع إجلالنا واحترامنا وإكبارنا للمدرسة التي خرجت، لكن نقول أن هذه المؤسسة تتعرض لمؤامرات كبيرة جدا ولضغوطات عظيمة تريد الإطاحة بها، للإطاحة بهذا المجتمع، نقول أنها تمر بتحديات كبيرة. فاليوم من أودي ابني وبنتي إلى المدرسة، أنا مؤمن بهذه المؤسسة فعلا أنها مؤسسة علمية وتربوية وتخرج عندي أنه مثلا نماذج تربويين وعلمين حقيقيين، لو أنه أنا فقط هم الطالب وهم العائلة أن يأخذ له بالنتيجة شهادة ويحصل له قد يحصل له وظيفة يعيش بها، هذا الهم مالتنا، أين العلم في الموضوع؟ أين العلم؟ زين، إذا أنا واقعي هش بالمستوى الأكاديمي، ما عندي مؤسسات أكاديمية رصينة تخرج عندي علماء وباحثين ومنتجين وصناع، ما عندي هاي المؤسسة، انهارت هاي المؤسسة. أرجع إلى الجانب الديني، أيضا دين ماكو، لا ترى دينا، ترى كثير ما يتحدث بالدين، نعم فضائيات دينية كثيرة، نعم خطباء كثر، نعم مظاهر للدين كثيرة، نعم كل هذا حسن، لكن على أرض الواقع أين هو الدين على أرض الواقع؟
ادخل إلى سوق المسلمين وأنت تعرف أين هو الدين، تعامل مع المسلمين ليتعامل المسلمون مع بعضهم وتعرف أين هو الدين. نادين هذا المحك، هذا الواقع، مو بالمسجد، بالمسجد كلنا ملائكة نسأل الله أن نكون كذلك، لكن خارج المسجد من آن وآك نتعامل أين هو الدين. هناك الدين مو هنا، المسجد مكان عبادة مكان صلاة نعم، لكن إسقاطات المسجد تأثير المسجد علي وين؟ داخل المسجد فقط، لو خارج المسجد مفروض خارج المسجد. أنا من أجل المسجد على مود أتزود بطاقة، على مود أقف بين يدي الله، أتذكر المثل، أتذكر الدين، أتذكر القيم حين أقف بين يدي الله عز وجل وأطلع للناس، أطلع إنسان ثاني، أتعامل مع الناس باعتبار كيان مؤمن، كيان متدين يؤمن بالرقابة الإلهية عليه. فترى المعلم محسن وترى المدرس محسن وترى كل صاحب صنعة محسن في صنعته، لكن للأسف هذا ما موجود. بالنتيجة باختصار على عجالة، هذا ألم على يعني مقولة أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه وهم لا يقاس بهم أحد، شقشقة هدرت، إن هي إلا شقشقة هدرت ثم هدرت ثم قرت، هذا غيظ من فيض. فأرجع وأقول إذا إحنا واقعنا هذا كيف أواجه الأيديولوجيات الكبرى التي تريد أن تمحقني من على وجه الأرض، وتريد تسخر أنه عقلي، وتريد تستغلني، وتريد تسخرني وتمشيني مثل ما هي تريد. وهذا الحكي أنا ما جاء أحكي من يعني من الفضاء، لا لا، على أرض الواقع. هسه تقول لي أنه مثلا شنو عقل جمعي، شنو غوستاف لوبون، شنو حضارة، شنو هاي، شنو الموضوع، وين إحنا، وين جاي نسولف؟ لا لا، جاي نسولف بالواقع، إحنا ترى بالواقع جاي نسولف هذه القضايا. وإن أنه قد أنه البعض مصطلحات مع العقل جمعي وهذا سايكولوجيا الجماهير، قد هذه المصطلحات أنه قد يرى أنها مصطلحات مثلا مكانها فقط الكتب، لا لا، هاي مصطلحات نعم في الكتب نعم، لكن مصادقها بأرض الواقع. والواقع شو يقول الآن؟ اطلع للشارع مالتنا الآن، اطلع إلى شارعنا، تجد كثير من الأشياء صدرت إلينا قبلناها بالعقل الجمعي لكن لا نعلم. ملابس مثلا مو لا تليق بمجتمعنا، تجد أنه شباب وبنات يلبسون ملابس ما تليق بمجتمعنا، ما تنتمي إلى ثقافتنا. المودات، المودة ما يسمى بالمودة، ظواهر كثيرة جدا، لا أريد أن أذكر الظواهر لأن مصادق والمصادر مخجلة حقيقة، بعضها مخجل، صدرت إلينا تقبلناها. لماذا تقبلناها؟ ليش تقبلناها؟ عقل الجمع، حسنت، عقل جمعي، أصبحنا نراها في مثلا في المسلسلات في التلفزيون اعتدنا عليها، ثم اعتدنا في الموبايل أن نرى مثلا هذه المظاهر، فاعتدنا أن نراها في أرض الواقع، لم نعترض. ما الذي جعلنا ونحن أمة القرآن، ما الذي جعلنا أن نقبل هذا الواقع؟ العقل الجمعي، قبل الناس فقبلنا، رضي الناس فرضينا. واضح أيها الكرام؟ وهنا الخطورة تكمن. أين أنت أيها المؤمن الناقد؟ أنت وين؟ فقلنا من أخطر مصادر تكوين العقل الجمعي هي السلطات، والسلطات جاي تعمل، سلطات جاي تعمل، سلطات جاي تعمل أنه لتسخير وتضليل الشعوب، كل الشعوب، وكل على قدره، وكل على قدره. واضح أيها الكرام؟ المصدر الثاني حتى ما نطيل لأن الوقت أدركنا، المصدر الثاني لتكوين العقل الجمعي أيضا القرآن أشار إليه، أيضا أشار إليه، وين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله شنو قالوا؟ قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أحسنتم. العقل، المصدر الثاني لتشكيل العقل الجمعي هو قضية الأعراف والتقاليد. هسه أكو أعراف وتقاليد حسنة، يعني يا حي هلا بها، يا مرحبا بها، هذه التقاليد الحسنة الجميلة التي ورثناها عن آبائنا وعن أجدادنا، تقاليد كثيرة حسنة. وأما أكو تقاليد أخرى غير حسنة غير مرضية، لا العقل يرضاها ولا الدين يرضاها ولا المنطق يقبلها ولا المنطق. أضرب لك مثال واحد، بس واحد فقط، على مود نثبت المطلب ونقول إحنا ما جاي نسولف مثلا حديث خارج أرض الواقع، لا لا، نسولف بالواقع. مثلا على سبيل المثال الان عندنا عرف، مثلا احنا الان في مجتمعنا العراقي عندنا عرف، شنو العرف؟ عرف مسلمين احنا، ونروح للحسين نزور ونبكي على الحسين، وعندنا صلاه وعندنا زكاه، كلها مظاهر الاسلام، صحيح مسلمين، ناس مسلمين احنا، لكن عندنا عرف مثل هذا العرف مقبول. شنو هو العرف؟ مثلا ان يقتل رجلا رجلا، ان يقتل رجل رجلا، واحد قتل انسان، واحد قتل اخر، فهذا القاتل، هذا القاتل هو وعشيرته، هو وعشيرته اللي ما لهم علاقة بالموضوع، هو وعشيرته مهددون من عشيرة المقتول، وقد يقتل إنه أي واحد من عشيرة القاتل، طبيعي جدا ومقبول هذا العرف. ليش مقبول؟ بأي دين، بأي عقل، بأي منطق؟ القرآن يقر؟ لا، ما يقر. العقل يقر؟ ما يقر.
أنا واحد مثلا واحد من عشيرتي وراح قتل إنسان، أنا لا لي علاقة بهذا القاتيل، يجوز ما شايفه، يجوز سامع بي سمع، أنا رجل مدرس، أنا رجل طبيب، أنا رجل محامي، أنا رجل كاسب، أنا رجل، أنا ما أدري بهالقضية هذه. فجأة أنت وإذا بك تقتل، ليش؟ لأن أنه ابن عمك ما أدري منين من سابع ظهر يعود لك قتل إنسان. فنقول أنه المصدر الثاني، المصدر الثاني من مصادر تكوين العقل الجمعي هو الأعراف والتقاليد، ما ألفينا عليه واقعنا، واقعنا آباءنا أجدادنا أسلافنا، شنو لقينا آباءنا وأجدادنا يسوون إحنا مثلهم. والقرآن من أجل أيضا راد يثور على هذه المفاهيم، القرآن راد يثور على هذه المفاهيم وثار على هذه المفاهيم المغلوطة وصنع أمة عظيمة. ما هي الآلية التي من خلالها نخرج من التفكير بطريقة العقل الجمعي؟ شنو الآلية؟ اعطينا حل، مشكلة سولفنا بها، نريد حل. ما هو الحل؟ ما هي الطريقة؟ ما هي الآلية؟ القرآن بالآيات التي تلوتها على مسامعكم أيها الكرام انطانا الحل. بسم الله الرحمن الرحيم، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. يا هم بشر عباد، شنو صفتهم؟ ما هي الصفة التي وصفهم بها؟ قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا هو المعيار، هذه الآلية، هذه الطريقة. إذا تلاحظ أيها الكرام، إذا تلاحظ القرآن لم يقل الذين يستمعون القائل المتحدث، لا، قال علامة العقلاء اللي وصفهم في ذيل الآية أنهم أولو الألباب، هذول العقلاء الحقيقيين، أهل اللب مو أهل القشور، هذول اللي ما يضيعون بالقشور، ما تغرهم المظاهر، المظهر ما إلى علاقة بالمظهر، الاسم والعنوان والى اخره التايتل والشكل واللبس ما إلى علاقة به، هو أهل لب، هذول سماهم أولو الألباب، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. واللب جوهر، أهل الجوهر، أهل العقل. ما هي آليتهم؟ قال يستمعون القول، ما لهم علاقة بالقائل، ما لهم علاقة بالمتحدث، هذا إلمن، هذا منين، هذا شلابس، هذا شنو شكله، هذا شنو لونه، ما لهم علاقة، لهم علاقة بالقول مالته، بالدعوة مالته، يحطونها على الموازين الحق فيروا إن كانت مطابقة للحق أخذوها، هم أولى الناس بها، وإن كانت إنه لا تطابق الحق وتدعو إلى باطل نبذوها وتركوها. فلا يؤثر عليهم مظهر ولا يغترون بالدعاء، غير مغترين، ما يغترون. يقول هذول هم عباد الله اللي هداهم الله، هم اللي يجتنبون الطاغوت. ليش أيها الكرام؟ لأننا قلنا أن الطاغوت من أهم صفاته ومن أهم أسلحته التي يقام بها أنه يغير لونه وشكله وصورته في كل مقام. فأنت إذا هذا الطاغوت راح لابد أن يقف في طريقي، أنا السائر إلى الله، أنا المؤمن الذي أريد أن أحافظ على إيماني، لابد أن يقف الطاغوت في طريقي يوما ما، وهذا الطاغوت ما إلى صورة محددة على مود أعرفه وأتجنبه، لا، يتشكل بصور عديدة. إذن ما هو المقياس لمعرفة أن هذا طاغوت وهذا غير طاغوت؟ في القرآن يقول يستمعون القول، شوف الدعوة مالته، هذا الذي يدعي القول مالته، القول مالته حق باطل، الغايات من وراء القول، مرات يقول حقا ولكن يريد باطلا، مسامعين أن كلمة حق يراد بها باطل، أكو كلمة حق لكن يراد بها باطل، فلابد أن تتفطن للكلمات الحق التي يراد بها باطل. الإمام موسى الكاظم سلام الله تعالى عليه يخبر أحد أصحابه، يرشده، ينصحه، قال ابلغ خيرا وقل خيرا ولا تكن إمعة، ولا تكن إمعة. قال ما الإمعة يا ابن رسول الله؟ قال أن تقول أنا كواحد من الناس وأنا مع الناس، يعني بعبارة أخرى حشر مع الناس عيد. أنت تقول أنا وين؟ والله وين الناس؟ أنا ما لي علاقة، الناس قالوا أنا قلت، أنا شنو دخلي؟ الناس حكت، الناس قالت، الناس كذا تريد. قل له دير بالك، تكون أنا تقول أنا مع الناس وتستسهل قضية فقط تنتمي للجماعة لأنك تخاف مثلاً، أو أنه تستسهل هذا الطريق، طريق سهل، وتستصعب طريق العقل والمحاكمة.
فالقرآن يشير إلى هذا المعنى أيها الكرام، يقول خلي ذهنك أنت أيها السامع أيها القارئ أيها المتأمل أيها السائر إلى الله دائما، لا تغتر بالمظهر، لا تغتر بالمظهر، لأن المظهر سهل جدا الإنسان يغيره، سهل جدا. قد الإنسان يجيك اليوم بشكل إنسان مؤمن تقي ورع إلى آخر، سهل جدا هذا الشكل الظاهري، سهل جدا. فإنه على مود ما تنخدع بالدعاوى يقول له خلي المقياس مالتك القول والعمل الحقيقي، هذا مالته، شوف هذا المقياس الحقيقي، يستمعون القول فيتبعون أحسنه، مو فقط يسوي له إعجاب، لا يتبعون أحسنه. مرة تسمع قولي يعجبك تسوي له إعجاب، مرة لا تتبع أحسن القول. وأولئك هم الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الحسين عليه السلام، يعني المشكلة اللي عاناها الحسين عليه السلام مع الأمة التي لم تقف معه قضية عقل جمعي، عقل جمعي. العقل الجمعي شنو آلى في زمن الحسين؟ آلى أنه المصلحة يعني الشخصية، المصلحة المباشرة النفعية الوقتية، على أنه يخرج أنه ينصر المثل والقيم. يقول لك أنا اليوم عايش رايح ويا الحسين أقتل على شنو؟ والله عود يا أبا الحسين سوف ينصر الدين وينصر القيم وينصر المثل، أنا خليني اليوم عايش وعلى عائلتي وعلى بيتي وعلى تفاصيل الأخرى، وعوف الحسين هو ومبادئه. هذا اللي خلى أنه الحسين 70 واحد يطلع به، ولا أنت ليش يعني الحسين 70 واحد يطلع به؟ أمة مترامية الأطراف وكلها تعلم من هو الحسين وتعلم من هو يزيد، ليش 70 واحد فقط طلعوني؟ آثروا السلامة، السلامة آثروها، عقل جمعي قال لك يا أبا أنا الحسين خلي يطلع يدافع عن مبادئ، أنا ما لي علاقة بالحسين. وهذا المعنى أيها الكرام إمام زين العابدين عليه السلام، اللي إنه شاف هذا التضليل، تضليل الناس، وبعض الناس مضللين وبعض الناس لا آثروا السلامة. المضللين أثر عليهم العقل الجمعي، إنه الإمام زين العابدين عليه السلام لما دخل الشام، لما جاء الموكب مالتهم، دخل موكب السبايا إلى الشام، يعني اللي عاشوا الحدث يصفون أن أهل الشام كانوا يحتفلون، اللي عاشوا الحدث دخول السبايا إلى الشام شافوا، وصفوا لنا أهل الشام أنهم كانوا يحتفلون طبول وإلى آخره، ومظاهر احتفال ومظاهر نصر. وأنت تخيل الموقف، موكب سبايا وجاي هذا الموكب وأمام الفرسان ومن خلف الفرسان ورؤوس معلقة على الرماح، والناس سماطين تيجي تشوف هذول القوم الذين انتصر عليهم الأمير. بين هاي الجموع، بين هاي الجموع أكو رجل شيبة اقترب من الإمام زين العابدين، لأن هو الرجل في هذا الركب، اقترب من عنده قال له الحمد لله الذي أخزاكم وأمكن الأمير منكم، الحمد لله الذي أخزاكم وأمكن الأمير منكم. زين العابدين ايش قد مؤلمة هاي الحكاية ذات تتوجه زين العابدين، وهو ابن الرسالة وهو ابن محمد المصطفى. يعني ايش قد تتصور انت ايش قد مؤلمة هاي الحكاية القلب زين العابدين تتوجه لزين العابدين عليه السلام، مع ذلك يعرف ان هذا الرجل مضلل، هذا الرجل مضلل، اكو تضليل على عقله ما يعرف. يعني هذا يحمد الله كأنما يعني أنه عنده إيمان، نوع من الإيمان، يحمد الله وكذا وكذا على آخره. قال يا شيخ أقرأت القرآن؟ قال بلى. قال قرأت قول الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال نعم. قال نحن أهل البيت الذين أذهب الله عنا الرجس وطهرنا تطهيرا، إحنا أهل بيت النبي. قال أقرأت قول الله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال نعم. قال نحن القربى. أقرأت كذا كذا الآيات النازلة بحق آل محمد؟ قال بالله أنتم. قال والله إنهم لنحن، إحنا أهل البيت. هذول بهاي الآيات اللي ذكرتها لك. يقول الرجل هذا انقلب موقف 180 درجة مثل ما تقول، انقلب واتخذ موقف وجعل يلعن يزيد علنا جهارا فقتل هذا الرجل، لأن مضلل، كان مضلل يدعو على أهل البيت وهو لا يعرفهم، واضح الكرام. ويدخل بالفعل زين العابدين سلام الله تعالى عليه وعمته زينب سلام الله عليها، يدخلون إلى هذا القصر والناس محتشدة ويزيد إلى آخره، يصعد زين العابدين بخطبته الرنانة الجبارة العظيمة، سمها ما شئت، ويبين الحقائق للناس، يبين الحقائق للناس المضللين، الناس التائهين، يقولهم أنا ابن كذا، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى،
أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وقاتل ببدر وحنين، هاجر الهجرتين، بايع البيعتين، مكي، مدني، خيفي، عقبي إلى آخره. أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن خديجة الكبرى، أنا ابن فاطمة الزهراء، إلى أن يوصل إنه يقول أنا ابن المذبوح في كربلاء، أنا ابن قتيل كربلاء. زينب سلام الله تعالى عليها أيضا تبين بخطبتها الرائعة العظيمة أمام يزيد، تبين تقول له يا يزيد فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. شو تريد؟ إنه ابلغ ما بلغت يا يزيد، فوالله لن تمحو ذكرنا فلا ولا تميت وحينا، وما جمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد. إيش قد تريد تعيش؟ وهذا اللي صار يا زينب سلام الله على زينب. وبعد ذلك أيها الكرام، بعد زينب سلام الله تعالى عليها هاي الرسالة اللي وصلتها سواء بالكوفة أو في الشام، بعد ذلك تقول الروايات أن يزيد أمر بأهل البيت أن يرسلوا وأن يوضعوا في خريبة قريبة على 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 قصر الإمارة، على قصره، على قصر يزيد. بالفعل راحوا إلى تلك الخربة، وتلك الخربة كما يصفها الواصفون أنها لا تقي لا من حر ولا برد، ما بها سقف. تجتمع زينب سلام الله تعالى عليها وتتحلق حولها أيتام الحسين يتحلقون حول زينب، لأن هي البقية لهم، هي البقية الباقية، متجمعين أيتام ونساء وأطفال وأرامل متجمعات حول زينب. يقال أن هند زوجة يزيد رادت تشوف هاي السبايا، رادت أنه تطلع على حال أولئك السبايا. يقول إجت هند زوجة ملك، هي والحاشية مالتها جاءت إلى تلك الخربة، يقول الحاشية من حولها وجابوا لها كرسي، وضعوا لها هذا الكرسي أمام السبايا في تلك الخربة، جلست على الكرسي وجاءت تنظر وتتفحص بهؤلاء النسوة، فشافت عليهن وقار وعليهن سكينة وعليهن فرد عز وعليهن هيبة وإلهن مهابة في القلب يختلفن، هذن مو سبايا عاديات. يقولوا شافتهن متحلقات حول امرأة جليلة القدر عظيمة الشأن، قالت أخي من أي السبايا، وجهت الكلام المن لتلك المرأة المتحلقات حوله، أخي من أي السبايا أنتم، أشوف وضعكم مختلف مو سبايا عاديين أنتم، أخي من أي السبايا أنتم؟ فقالت لها نحن من المدينة، بصوت منخفض منكسر هكذا ضعيف، نحن من المدينة. قالت أخي المدن كثيرة، من أي المدن؟ يعني يا مدينة قصدك؟ قالت لها نحن من مدينة رسول الله. تقول الرواية أن هند وضعت يدها على رأسها ثم جلست على الأرض، نزلت من على الكرسي جلست على الأرض حال وياها قعدت، فقالت تلك المرأة الجليلة جلستي على الأرض؟ قالت إكراما لكم لأنكم من مدينة رسول الله، هاي إكراما لمدينة رسول الله وذكر مدينة رسول الله أنا أجلس على الأرض. زين أخي أنتم من مدينة رسول الله، أسألك عن بيت في مدينة رسول الله، هذا البيت لطالما أحسن إلي، أكرمني، انطاني هذا البيت وإلهم فضل كبير علي هذا البيت، اسألي أي بيت. قالت لها أسألك عن بيت مولاي علي بن أبي طالب، عن سيد الحسين، أسألك عن العباس، أسألك عن علي الأكبر، أسألك عن زينب، أسألك عن أم كلثوم. هاي تشوف هند تسأل وهذول أصواتهم تضج بالبكاء، يعلو كل ما تسأل عن واحد البكاء يزيد، عجيب. استغربت، يقول بالفعل لما أنه صار البكاء عالي التفتت هذه المرأة الجليلة، قالت لها يا هند تسألين عن الحسين وهذا الحسين رأسه عند يزيد، وتسألين عن العباس وقد تركناه على شاطئ العلقمي قطيع الكفين مرضوض الجبين السهم نابت في العين، وتسألين عن علي الأكبر فقد قطعته السيوف إربا إربا، وتسألين عن فلان وفلان، وتسألين عن سكينة بنت العزيان فهذه سكينة التي وضعت رأسها بين ركبتيها،
وتسألين عن فخر المخدرات زينب، أنا زينب اللي يحجون عني، سليت المصايب ما سلني، ما يا سلني ما سلني، مصايب حسين الدوحن اللي وحسينة، والله دوحن اللي داحن اللي داحن اللي نزلان على عيون وعمل لي آية، نزلان على آية عيوني آية 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 وعمل لي. قالت بالخرابة 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 اش ما تغمض عيني. شلون أبيات مؤلمة تخاطب الحسين بلسان حالها زينب، تقل له بالخراب اش ما تغمض عيني، تلك مدلولة وتصحيني، هاي هاي تستحش من الظلمة وتفيز، او ذيك يلجم أجرح بيها وتنيز، او تقعد ام عبد الله باللولك تهيز، يما ما در صدرك يدرض عيني، تقول يا حنين جروحنا وملحي التراب والخرايب لا ستير لا بيها باب، والعيون جناب واحنا بلا حجاب، وانا كيل عيني بسهم ترميني، وانا كيل عيني بسهم ترميني، تقل اش وعدنا الليل يسترنا الظلام، حتى لا تبرا الا عيون الحرام، وين ذيك ديارنا وذيك العمام، والله العمام هنا يا هاشم موت لو ناسيني. اسمع الابيات شلون تألم زينب تصف حالها وحال ايتام الحسين، تقول 83 بين طفله وطفل، 83 يتشكن سوى الجرح قص الحبل يرد الدواء، والله دواء ذبلا من الشمس وسموم الهوى الهوى، وانا اش ما اطوي الدرايا درايا بيطوي حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله، يا من لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه، رب صل على محمد وآل محمد، اجعلنا من عبادك ومن أوليائك ربنا، ونور قلوبنا بنورك يا نور السماوات والأرض، ربنا لا تخرجنا من الدنيا إلا وأنت راض عنا يا الله، نسألك حسن العاقبة بحق محمد وآل محمد. اللهم الحاضرين احفظهم فردا فردا، اقضي حوائجهم، يسر أمورهم، من عليهم بعطائك وكرمك يا أرحم الراحمين. إلى أرواح موتاكم موتى السامعين الحاضرين، وبالخصوص إلى أرواح موتى مقيمي هذا المأتم العاملين عليه، رحم الله من أدى للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.